سلامي على رجال تزهاب هالأبيات بن مطير لا مرة ديارات على الجمة من أمريكا متخرج وحقق طموح الذات فخر لابت عن زاه في فعله عزمة بعد ما رجع للمملكة هابرك السعى رفع اسم ابوها العالي بشدة هذا احمد اليا كبرت على ظهرها الاقوى يتلا الشهادة اللي ويجيبها جمع عمامها الحشاش بل ملقى فخر وثبى من اطيب رجال عنزه في ذمتي ذمة خواضها الرعي يرفع الصوت والرايا محل الوسامه دايم بعالي الليل وانا ما جمعني فيه حاجه سوى الكلمه ولني ولد خاله ولني ولد عم لكني احب شحذ الهمم وارتفع عدا نجاح المثابر لا مزح وانجلى همه سلامي على رجال تذهب هالابيات احمد بن مطير لا راد يا رد على الجنه يا مكدار هل الغربه ومكدار هل البعده لكن من هو اللي يقطف الورد ويشيح الطموح بغربته يسبق الخطوه رجع بالشهاده وحولها الناس مهتمه امريكا متخرج وحقق طموح حده وخذ رابطه العنوس في فعله عزمه ولا همها الحساد واللعب والسفر يكون الفخر بسيط والعزه تهمه موصي هبوه جاهه بيده جاه وهذا احمد اللي يحفظ الكون ويتمه وتفهمه امه قال يا شيخة الشيخة سليلة خليل الرويعي معتلي اسمه وتفخر به امه قال يا شيخة الشيخة سليلة خليل الرويعي المعتلي اسمه بعد ما رجع للمملكة هابرك السعى رفع اسم ابوها العالي بشدته هذا احمد اليا كبرت على ظهرها الاقوى يتلا الشهادة اللي ويجيبها جمع عمامها الحشاش بل منقى فخر وثبى من اطيب رجال عنزه في ذمتي ذمه خواضها الرعي يرفع الصوت والرايا محل الوسامه دايم بعالي الليل وانا ما جمعني فيه حاجه سوى الكلمه ولني ولد خاله ولني ولد عم لكني احب شحذ الهمم وارتفع عدا نجاح المثابر لا نجح وانجلى همه سلامي على رجال تذهب هالابيات احمد بن مطير لا راد يا رد على الجمه يا مكدار هل الغربه ومكدار هل البعده لكن من هو اللي يقطف الورد ويشيح الطموح بغربته يسبق الخطوه رجع بالشهاده وحولها الناس مهتمه امريكا متخرج وحقق طموح حتى لا مثال عنوس في فعله عزمه ولا همها الحساد واللعب والسفره يكون الفخر بسيط والعزه تهمه موصيه ابوه جاهه بيده جاه وهذا احمد اللي يحفظ الكون ويتمه وتفخر به امه قال يا شيخة الشيخة سليلة خليل الرويعي معتلي خربه امه الغال يا شيخة الشيخات سليلة خليل الرويعي المعتلي يسمى سليلة خليل الرويعي المعتلي يسمى.